البارسا واتلتيكو، كرة عرضية باتجاه رونالدو، تركها لجاريث بيل، كريستيانو، عدى رونالدو، لعبها رونالدو، وكريم! يا إلهي! لقطة فنية رائعة من كريستيانو، عدى هنا، سددها هنا، العارضة أرادت أيضا أن تدير ظهرها لكريستيانو. ضاعت فرصة، ضاعت كرة، وضاع هدف، ولم يضيع انتصار. خطيرة لمصلحة ريال مدريد. الفنان إسكو، الخطير إسكو، عدى وعرضية إسكو وبيل بالرأس، لكن الدفاع تدخل ركنية. ضغط للريال في هذه الدقائق بالذات، ومحاولة للتسجيل في وقت مبكر وتحويل رغبة الفوز قبل كل شيء، أن يعيد الحياة إلى سانتياغو برنابيو، وبعد ذلك أن يعيد البسمة للجماهير. كرة ممتازة باتجاه جاريث بيل، عدى وكرة! ضاعت من بيل، شوف اللقطة، بيل يمر يلعب كرة، العارضة تقول لا في المرة الأولى لكريستيانو، لا في المرة الثانية لبيل، لا. هل أنها تستمر في قولنا؟ الريال يضيع الفرص، ومرة أخرى تسديدة رائعة صاروخية من جانب جاريث بيل، يغير اتجاه اللعب. بيل واحد على واحد، بيل استقبلها، بيل يحاول أمام تغطية، لمسة لكريم، وكرة! يا فرصة خطيرة من ريال مدريد، شوف اللقطة من بيل، لمسة من جاريث بيل وكريم، لكنها مرت. في تحقيق الليغا الوحيدة لهم في التاريخ، كرة تعود مرة أخرى ممتازة لمصلحة جاريث بيل في الجهة اليمنى، كرة عرضية من بيل، جميلة باتجاه كريم وكريستيانو. إسكو مرة أخرى، يا لعيب، يا فنان، كريستيانو لم ترغب في بيل، حبت إسكو في اللقطة الماضية، كرة جميلة وهدف أول للريال. ازداد الضغط، المحاولات والفرص، إسكو من لعبها، كرة ممتع. شوف اللقطة، شوف العربية، كريم مرت من كريستيانو على مرتين، إسكو هنا استقبلها، وهنا في الزاوية البعيدة، لعبة حريف، لعبة ممتع. الفنان إسكو، استمتع مع إسكو، كل الأنظار تتجه في كل أسبوع على كريستيانو، وكل الأرقام تتحدث عن رونالدو، وكل العناوين يتصدرها رونالدو وكريم وأيضا بيل، ولكن إسكو لديه لمسة فنية مختلفة. لاعب كرة، لاعب كرة إسكو. طلب الكرة من جاريث بيل، أربي الأول، لمسة باتجاه كريستيانو رونالدو، محاولة مرور تمرير لكريم، وكرة! خلصها كريم، هدف ثاني للريال، لمسة جميلة من ألفارو أربيلوا، وبعد ذلك بجانب كريستيانو رونالدو، والنهاية سعيدة، وإن كانت تعابير وجه كارلو ليست سعيدة، المهم أنهم وصلوا وسجلوا، والهدف الثاني لريال مدريد، الثاني للريال، والثاني عشر لكريم. لحظة تمرير الكرة، رونالدو هنا تمريرة بعد ذلك لكريم، اللي استغل الموقف التهديفي بشكل رائع جدا، ووضع الكرة في شباك ديبورتيفو، تقريبا يؤمن على الانتصار، يريح أعصاب جماهير الريال، ويجعل الوضعية في سانتياغو برنابو أفضل حالا عند أنصار الفريق الملكي. كريم يصل للمهم من أكثر الطرق.